Hi everyone, with you Mishema Munir. Welcome everyone. النهاردة مكملين مع بعض Unit 5 Part 2. نحن مكملين مع بعض الدرس الخامس الجزء الثاني من Connect Primary 2. هبتدي مع بعض دلوقتي يا ولاد بالفونكس. Let's start with the phonics. هبتدي مع بعض بالفونكس الصوتيات. أنا عندي two sounds. عندي صوتين اثنين. ال P مع ال L بنطقها P وال C وال L بنطقها K. هنشوف الأمثلة على كل sound. Okay, let's start. أول حاجة ال P وال L زي ما احنا شايفين كده plain. Plane, plane, plane. Okay, another example. مثال تاني معايا. Play, play. يلعب. Play, play. Okay, ده بالنسبة ال P وال L. اتفقنا ان ال C وال L بنطقها كل زي ما احنا شايفين كده. Clock, clock, clock. Okay, another example. مثال تاني معايا. Classroom, classroom. الفصل classroom. اوكي ده بالنسبه للفونكس. هنتنين مع بعض الجزء مهم جدا اللي هو the solar system اللي هو المجموعه الشمسيه. تعالوا نتعرف يا اولاد على الكواكب planets الموجوده معايا النهارده واسمائها. انا عندي حوالي 8 planets. عندي حوالي 8 كواكب. let's start. اول planet معايا النهارده وهو earth كوكب الارض احنا عايشين عليه دلوقتي is blue and green. كوكب الأرض بتميز إن لونه أزرق وأخضر. طبعاً blue عشان الأنهار والريفرز والأوشنز وgreen للtrees. تاني كوكب معايا النهاردة هو المارس is red. هو كوكب المريخ. أوكي بتميز إن لونه أحمر. Jupiter is the biggest planet. المشترى أو المشتري هو أكبر الكواكب. أوكي. Neptune is far. كوكب نبتون هو بعيد شوية عن الشمس. Uranus اللي هو أورانوس. Uranus. Venus. Venus اللي هو كوكب الزهرة. Mercury is near to the sun. كوكب عطارد هو قريب من الشمس. آخر كوكب معايا النهاردة Saturn. أوكي وهو كوكب زحل. ده بالنسبة Part 2 Unit 5. كان معاكم الشيماء منير. Thanks for watching and see you soon. Bye.